سبحان الله اليوم خاطرتي والخواطر جوابر عن يعني سبحان الله يعني ما احنا ماضينا. يعني انا اشتغلت بالتراث يعني اخر 10 سنين والفيديوهات ومن تراث الوالد سيد الساشم السيد احمد رفاعي وزير نائب شيخ الطريق رفاعي الصوفي عمي المؤرخ الكويتي بدر ساشم الرفاعي يعني كل اللي قابلتهم ابونا ادم الدسوق الله يرحمه. فلقيت ان احنا دوله الكويت كانت دوله اول يعني فقيره بعدين اغراها الله، هو الغني هو الله اسم من اسمائه حسنه جل في علاه. فما نبي نتغير يعني من ضمن الامور انا اللي شفتها مجتمعنا ان شغله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني حتى درسناه مدرسه الوالد بمنطقه الحي الكويتيه يعني وكل المذهب الشافعي ان اذا ما سلمت اذا ما ردوا عليك البشر ترد عليك الملائكه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فلاحظت الناس يعني ما يعني سبحان الله حتى من الغرائب لاحظت اعضاء مجلس امه يعني السابقين والوزراء السابقين يسلمون بس اللي يدد استغربت ما يسلمون على اللي الموجودين وحتى لما تسلم عليهم مرات يعني ما يردون. فقلت سبحان الله هي شنو السالفة؟ ليش هالفجوة هذه؟ احنا الكويت يعني بلد السلام واميرنا الشيخ صباح احمد مبارك صباح الله يرحمه كان امير الانسانية. فنبي نهتم يعني وايد ماضينا ان شاء الله احسن من حاضرنا، كان كفاح وكان في البر وبالبحر غوص وتحب وسفر وحصاية بالبر وغيره. فنبي شوية ان احنا حتى الوالد يعقوب رفاعي يقول احنا الشيخ عبد الله السالم يقول نويناها دولة الكويت بلد الرحمة نرحم فيها الناس. يقول كنا بالعبدلي انا والمطلع انا وثمان مشاعر غيرنا يقول كنت بالعم العام والجوازات يقول اللي شايل قربه واللي رايح يحج يزور النبي واللي داش يقولوا الحمد لله. يقول خاف خال انا استفقر يا ابو يعقوب يقول استفقرنا يقول استغنينا. وحتى الشيخ جابر الاحمد اخر شيء قال النفط اللي طلع صوب العراق ابو يعقوب اكثر من اللي صوب السعوديه. فيا رب ان احنا نبقى يعني الكويت بحقه حقيقي يعني ما تغيرنا السنين يعني الغني هو الله ويصير لساننا حلو وكريمين كريمين يعني ان شاء الله. يعني الدنيا تتغير كان الوالد ابو يعقوب حتى يقول حتى الانسان يتغير شعره اسود والمره يصير شعره ابيض ويصبغ ويحط حنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا رب ان احنا ما نتغير قولوا امين نبقى مثل ما احنا ونساعد الناس والرزق ليس بالجنسيه الكويتية وغيره. كان الوالد يقول قال عم يعقوب قال له يا ابن الزغمون فيها ودر احنا المباركية ولا التجار كلهم غير الكويتيين مضمنين بعضهم رخصهم وشكرا.